أهلا بيكم يا صحابي. النهاردة الرمل الشقي بتاعنا جاي وهيحكي لنا حكاية جميلة، تعالوا بسرعة نسمعها ونشوف فيها ايه. بطل قصتنا النهاردة كلنا عارفينه وكمان بنحبه وبنستناه من السنة للسنة، ولما بيجي بيبقى معاه هدايا كتيرة جدا مالية شنطته الكبيرة وبيوزعها على كل الموجودين. فعلا بطلنا النهاردة هو بابا نويل أو سانتا كلوز، بس اسمه الحقيقي بقى القديس نيكولاوس. تعالوا لما نعرف إيه حكايته. القديس نيكولاوس كان من مدينة اسمها مورا، والمدينة دي يا ولاد في آسيا الصغرى. باباه اسمه أبي فانيوس ومامته اسمها تونة، وكانوا بيحبوا ربنا جدا جدا. وكبر قدسنا في جو روحاني جميل، ولما كبر بقى شماس ومحبته لربنا كانت كبيرة جدا، فقرر انه يبقى راهب. وفعلا اترهب، ولما كان عنده 19 سنة اترسم كاهن. كان ربنا مديله مواهب كتيرة خالص، زي انه يشفي المرضى. وعدت الايام وبابا توفى وساب ليه فلوس كتيرة جدا، فقرر قدسنا الانبا نيكولاوس انه يعمل اعمال خير ورحمة بالفلوس الكتيرة دي. وفعلا كان يعرف راجل غلبان عنده 3 بنات، وكانوا البنات دول في سن الجواز. لكن الراجل ده كان فقير جدا وما كانش قادر يجيب ليهم اي حاجة من تجهيزات الجواز، فقرر قدسنا انه يساعده. فاخد 100 دينار وحطوهم في كيس، ولما جه بالليل رماهم من شباك بيت الراجل الغلبان. ولما صحي الراجل الغلبان وشاف الفلوس فرح جدا، وقدر بالفلوس دي انه يجوز بنته الكبيرة. والقديس نيكولاوس قرر تاني نفس اللي عمله علشان يقدر الراجل الغلبان ده انه يجوز بنته التانية. لكن الراجل ده يا ولاد كان عايز يعرف مين اللي بيبعت له الفلوس دي. وفعلا فضل سهران، وأول ما كيس الفلوس اترمى من الشباك طلع الراجل الغلبان بسرعة وعرف إن القديس نيكولاوس هو اللي كان بيساعده. ساعتها فرح جدا وشكره على كل اللي عمله علشانه. بعد كده يا صحابي كان ربنا بيجهزه علشان يبقى أسقف. فحلم في مرة ان في كرسي كبير ومحطوط على الكرسي ده لبس شكله فخم جدا، وحد بيقول له البس اللبس ده واقعد على الكرسي ده. وفي مرة تانية شاف ماما العذراء وهي بتديله لبس من ملابس الكهنوت، وبابا يسوع وهو بيديله الكتاب المقدس. وعدت الايام وتنيح اسقف مورا، وطبعا كانوا لازم يختاروا اسقف تاني. فظهر ملاك لرئيس الأساقفة وعرفوا ان الأسقف اللي ربنا اختاره هو القديس نيكولاوس. وفعلا يا صحابي بقى القديس نيكولاوس هو أسقف مورا بعد كده. وكان قديسنا بيحب ربنا جدا، وكان دايما بيحب يدي الفقراء والمحتاجين، وكمان بيدافع عن الإيمان. وتعذب يا صحابي عذابات كتيرة جدا في عهد الملك دقلديانوس، وكان ربنا معاه وبيشفيه من العذابات دي. ولما حس دقلديانوس انه مش قادر عليه حطه في السجن. فكان قدسنا وهو في السجن بيكتب رسائل لشعبه بيقويهم ويشددهم في محبة ربنا وإيمانهم، وفضل في السجن لغاية لما مات الملك دقلديانوس. وبعدها جه الملك قسطنطين، والملك ده كان بيحب ربنا جدا
وأفرج عن كل اللي كانوا محبوسين في السجن، وطبعا كان من بينهم القديس نيقولاوس، وخرج تاني للشعب بتاعه في مورا. وبعد نياحته أهل مدينة مورا حطوا جسده في المدينة بتاعتهم واتدفن في الكاتدرائية اللي في نفس المدينة. ناس كتير بعد كده اتشفعوا بيه، ولما كان بيجي عيد الميلاد كان المسيحيين بيبادلوا بعض الهدايا كتذكار ليه، لأنه كان دايما بيحب يساعد الناس ويدي المحتاجين، وده كان بيحصل في سويسرا وفي هولندا، واتشهر باسم سانتا كلوز. هي دي حكاية القديس نيقولاوس أسقف مورا أو سانتا كلوز أو بابا نويل. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة من شقاوة رمل، لكن استنونا في حلقات تانية كتير جاية.